ستاند كوكو ب 100 جنيه ستاند كوكو بيك سايز ب 100 جنيه الحقوا اقوى العروض مش تسمعوا انا عامل 100 جنيه بس سنج قطيفه ثلاث قطع براند كوكو ب 100 جنيه بس ب 100 جنيه بعرض ال 100 جنيه في حفر ب 100 جنيه ده عامل 100 جنيه حاجه شيكه زي كده ب 120 جنيه 50 جنيه ب 35 جنيه من 1 ل 6 طقم زي كده ب 35 جنيه معانا عرض القابل زي ده البنت ب 50 معاها الفوتوير بتاعها والام عامله 75 جنيه كده عامل 150 جنيه شتوي زي كده لحد دبل اكس برضه ب 150 جنيه بس اكس كوكو ب 100 جنيه كوكو ب 100 جنيه عامله 100 جنيه النهارده عرض ال 100 100 جنيه برضه قطيفه ب 100 جنيه براند كوكو عامل 100 جنيه عرض ال 100 جنيه شياكه وهيبقى ب 100 جنيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد احنا النهارده عند بي ام 3 والاسعار بادئه معانا من اول 35 جنيه النهارده عرض دمار بجد على اللوكسيات معانا براندات كوكو شتوي مقاسات عاديه ومقاسات خاصه مقاسات خاصه عامله 100 جنيه وبس شتوي يا جماعه معانا عرض على الصيفي لكل لبس كوكو اللي موجود هناك معانا براند كوكو للاطفال والحريمي والرواب نازل عليه عرض دمار هناك معانا تصفيات صيفي كمان معانا رجالي شتوي كل حاجه هتشوفوها معانا النهارده في الفيديو اسعار وخامات ومقاسات العنوان متصور في اخر الفيديو واسيب لكم رقم للتواصل بس قبل ما ابدا لايك وشير لكل حبايبكم ونبدا الجوله على بركه الله ازيكم يا احلى متابعين احنا النهارده عند مكتب بي ام 3 فاشون للهوم وير كل الشغل الموجود هنا في المكان براندات ماركات مفيش شعبي خالص هنا في المكان عندنا بيبيهات لحد المقاس المحير وعندنا كمان من اول حريم لحد البيك سايز في شغل رجالي بس كل الموجود في المكان هنا شغل براندات بس معانا حاجات اسعار حرق اسعار ماركات وبراندات نازله سعرها لحد كام يا ام كنزي؟ من اول 35 لحد 120 130 تمام عرض النهارده بادئ من 35 جنيه اول حاجه معانا براند كوكو بصوا زي ما انتم شايفين ادي كوكو افتح لنا كده يا ام كنزي بصوا الشياكه دي ده براند كوكو يا جماعه محروق سعره ومش هتلاقوا السعر ده في اي مكتب تاني بصوا معانا ترنج براند كوكو عامل كام ده؟ ده عامل 100 في العرض ده عامل 100 جنيه براند كوكو ب 100 جنيه حلو قوي ده الاكس لارج بتاعه طابتين جوه بره انتوا مش عايزين بقى اقول لكم على خامات كوكو حاجات فظيعه ده هيبقى ب 100 جنيه تمام في ايه معانا تاني؟ بصوا معانا برده حاجه ثانيه كوكو برده ده البيك سايز 3 و4 و5 اكس زي ما انتوا شايفين بس عشان الورقه مش باينه قوي بصوا معانا ادي اهو ده البيك سايز يا جماعه مقاساته 3 و4 و5 زي ما انتم شايفين كده البيك سايز عامل كام برده براند كوكو بيك سايز ب 100 جنيه الحقوا اقوى العروض مش تسمعوها في اي مكان تاني حاجه زي كده 3 اكس شياكه براند كوكو ب 100 جنيه البيك سايز تسلم ايدك تمام في ايه معانا تاني كل ده يا جماعه براند كوكو اللي انتم شايفينه ده كله في الوان كتير في الوان منه كتير ورسومات مختلفه ده المقاسات العادية صح؟ في العادي وفي الخاص وكل براند كوكو هنا عامل 100 جنيه بس براندات يا جماعة ببلاش البراندات النهاردة ببلاش حلو قوي قوي شكله تحفة وده يبقى ب 100 جنيه تمام تسلم ايدك في ايه معانا تاني؟ ده ترنج برضو ده ثلاث قطع ده ولا ايه؟ بصوا انا هشوف لكم الفتور بتاعه في حاجة تاني جوه ده معاه الفتور ايه الشياكة دي؟ بصوا الشياكه دي هات لنا الفطور التاني كده نشوفه معانا يا كنزي. ايه الجمال ده؟ ترنج براند كوكو ثلاث قطع بكام؟ ب 100 جنيه. ثلاث قطع ب 100 جنيه كوكو يا جماعه الحقوا اقوى العروض هنا مش تسمعوها في اي مكان تاني. ده ترنج قطيفه ثلاث قطع براند كوكو ب 100 جنيه بس. حلو جدا جدا تسلم ايدك. انا مش محتاجه امسك الخامه طبعا انتوا عارفين البراند ده حاجه كده محترمه قوي. تسلم ايدك مقاساته ايه طيب عشان اللي يجي؟ تمام بصوا ده مقاساته لحد دبل اكس للموديل اللي احنا شفناه ده وفي موديل شفناه لحد 3 اكس كمان معانا برضو عبايه كوكو برضو بصوا انا عايزه اوريكم كل ده براند كوكو يا جماعه اهو بصوا العبايه دي براند كوكو عامله كام؟ عامله 100 عامله 100 جنيه العبايه براند كوكو ب 100 جنيه يا بلاش ايه الجمال ده؟ وجوبير من هنا ومقاسه تلبيس العبايات طبعا الخامات مش هقول لكم عليها حلوه جدا جدا بصوا من هنا كمان شغل عالي جدا جدا دي هتبقى ب 100 جنيه بس تسلم ايدك في ايه تاني معانا الوانها متاحه بصوا حاجه زي كده برضو عايزه اقول لكم الشغل هنا لوكس عماله اركز لكم ان الشغل كله لوكس دي برضو هتبقى عرض ال 100 جنيه حاجه زي كده ب 100 جنيه بصوا معانا تحفه حاجه زي كده برضو نفس عرض ال 100 جنيه العبايه القطيفه حلوه قوي 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 بس دي قطيفه بره بس مش بره وجوه تمام في ايه تاني معانا؟ بصوا الشياكه دي برضو دي عبايه قطيفه حفر ب 100 جنيه مقاساتها ايه طيب؟ كل المقاسات موجوده يعني لحد 3 اكس ممكن؟
لحد 3 اكس. بصوا دي قطن يا جماعه حفر زي ما انتم شايفين، قطيفه بره برده شكلها تحفه، ودي برده هتبقى ب 100 جنيه. تسلم ايدك. الوان برده متاحه منها. عندنا بعض لسه في عبايه هنا ما شفناهاش. دي ده ترنج ولا ايه؟ ده ترنج. احنا هنسيب لكم الرواب للاخر. بصوا ده ترنج برضو براند كوكو، عامل كام ده؟ ده عامل 100 جنيه. بدل كام يا ام كنزي؟ 270. الحاجه قالت لنا بدل 270 هيبقى ب 100 جنيه بس براند كوكو. ايه الجمال ده؟ كوكو طبعا حاجه شياكه شياكه، براند معروف والخامات تحفه. ده براند كوكو ب 100 جنيه بدل 270، حلو قوي. في ايه معانا تاني؟ في معانا كده بقى، معانا كده الرواب. الرواب براند برضو صح كده؟ كل ده شغل عالي. بص الرواب الشياكه دي، ده عامل كام بالفطور؟ استني ما نشوف وريهم الفطور. بصوا معانا الشياكه، بصوا اهو الرب الفطوير عامل 120 جنيه بجد يا بلاش. بصوا الشياكه دي، بصوا الجمال، حاجه شياكه زي كده ب 120 جنيه، قطيفه بره وجوه، حلوه قوي قوي قوي. بصوا كوكو يا جماعه، ده براند، كل ده ده كله براند كوكو ب 120 مع الفطوير بتاعه. تمام. في ايه تاني معانا؟ نكمل عرض بقى حرق براند كوكو كله. يعني بصوا بيجامه كوكو زي كده شياكه، بس مقاساتها الصغيره مش الكبيره صح؟ يعني ايه 4 6 8 ولا 4 6 8؟ مقاس 2 كمان، 2 4 6 8. براند كوكو عامله كام؟ عامله 50. 50 جنيه، براند كوكو ب 50 جنيه، حلو قوي قوي قوي. انا مش محتاجه امسك لكم الخامات، الحاجات دي كانت اضعاف سعرها. دلوقتي الحقوا العروض الموجوده هنا. معانا سلوبيتا زي كده برضو، كل دي يا جماعه براندات وماركات. السلوبيتا دي مقاساتها من 1 لـ6 صح؟ من 1 لـ6. السلوبيتا دي عامله كام؟ عامله 35 جنيه من 1 لـ6. براندات يا جماعه، حرق اسعار، شغل عالي قوي قوي بجد. دي خروج تحفه. تسلم ايدك. في ايه معانا تاني؟ بصوا الطقم ده 4 6 8 10، ماركة باسيتو. تمام. كل الشغل اللي هنا يا جماعه ماركات براندات. ده جيبه ولا شورت؟ ده شورت. بصوا الشياكه، لا امسكوا لنا من فوق من الحمالة يبان كده. عامل كام الطقم ده؟ ب 35. طقم زي كده ب 35 جنيه، ده تحفه. ده انا اخد منه المكه ده. عايز اقول لكم الخامات تحفه، وانتوا عارفين انا ما باخدش حاجه الا لما كل خامه حلوه قوي. ده بالوانه موجود، الوانه حلو قوي قوي. في الكابلز الشتوي، ايوه، بس ممكن تاخده الام لوحدها وممكن البنت لوحدها. الام عامل كام ده؟ ده عامل 75. 75 جنيه ميلتون شتوي، مقاسه تحفه. بصوا الشياكه دي، كل الحاجات دي يا جماعه محروق سعرها. الكاش التحفه ده ميلتون شتوي امهاتي مدماتي، ميلتون شتوي مدماتي، حرق اسعار. ماركه روانز، ماركه روانز. تمام. ده لو حد عارفه. بصوا ده 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 كاش ماركة روانزا شتوي مدماتي، عامل 75 جنيه يا بلاش بجد. ومعانا الاطفال بتاعه البيبيهات، يعني لو عايزين تاخدوا قابل الام وبنتها شياكه حاجه كده. ده عامل كام؟ ده عامل 50. 50 جنيه مع الفوتوير. بصوا انا امسك لكم انا الفوتوير، حاجه شياكه، لا ومطعم كمان بالتل، شكله تحفه. ده كاش شتوي اطفال بالفوتوير بتاعه، عامل 50 جنيه، تحفه، حلو قوي. والام عامل 75. والام 75. كده معانا عرض القابل زي ده، البنت ب 50 معاها الفوتوير بتاعها، والام عامله 75 جنيه. تمام، حلو قوي. تسلم ايدك. ده برضو حرق اسعار الرجال، لما الفيديو النهارده كله كسر اسعار دمار بجد. يعني حاجات كان اسعارها فوق ال 200 جنيه وفوق ال 250، وهتاخدوها باسعار حلوه قوي. معانا الترنجات الرجال الشتوي عامله كام؟ عامله 150 جنيه. اي ترنج شتوي في المكان 150؟ لحد اكس، لحد دبل اكس، لحد 2 اكس، عامل 150 جنيه شتوي. موديلات كتير منه، هنوريكم كام موديل كده، كله طابتين، حاجه شياكه، وده هيبقى ب 150 جنيه لحد دبل اكس. تمام. في ايه تاني معانا؟ بصوا انا عايزه اقول لكم في شويه موديلات بجد شياكه هنا في المكان. بصوا حاجه زي كده برضو، ده معاه الكابتشو بتاعه والبنطلون مش باين، بس كده نفرده كده معانا يا كنزي. بصوا حاجه زي كده شياكه، الكابتشو بطن معانا فرو زي ما انتم شايفين. هو كله مبطن فرو ولا الكابتشو بس؟ لا الكابتشو، الطبطين ميلتون، الطبطين ميلتون للامانه، الكابتشو بس افردوا لنا ياخدوا سكرينات كده. بصوا بقى الترنج الشياكه ده، عامل 150 جنيه شتوي لحد دبل اكس، حلو قوي. تسلم ايدك. كل الحاجات دي عماله انوه ان هي براندات مش شغل شعبي. حاجه زي كده لحد دبل اكس برضو ب 150 جنيه بس،
حلو قوي قوي قوي. الموديلات كتير جدا، ده زي ما يكون تحت اندر شيرت كده، والتبطين من جوه حاجه شيكه، وفي موديلات تانية كتير. تمام. وهنا عاملين عرض على اي بيجامه كوكو برضو 100 جنيه ولا كام؟ اي بيجامه صيفي ماركه كوكو زي كده هتبقى ب 100 جنيه بس. الحقوا اول عرض هنا في المكان، مش هتسمعوه في اي مكان تاني بجد، عرض ما يتفوتش. حاجه زي كده هيبقى ب 150 شتوي لحد 2 اكس. تمام، تسلم ايدك. معانا حرق اسعار على كوكو الصيفي. الحاجات دي كانت ب 180 وب 200 وي. الحاجات دي لحد 5 اكس البيك سايز هياخدوها عرض بكام دي برضو يا ام كنزي؟ 100 جنيه. 100 جنيه كوكو بيك سايز عامله 100 جنيه. الحقوا العروض. بص كوكو لحد 5 اكس عامله 100 جنيه بس. يعني براند حرق واسعار بجد بجد تحفه. حاجات شياكه، خامات ما فيش بعد كده. البنطلون وفريدول اللي برضه يشوفوا، بصوا معانا المقاسات دي لحد 5 اكس كوكو ب 100 جنيه. تسلم ايدك، حلوه جدا دي. دي حاجه بيك سايز برضه نفس البراند برضه يا جماعه. بصوا اهو ده كوكو برضه، يعني مش هتلحقوا العروض دي انتوا خسرانين. يعني بصوا الشياكه دي، دي بيك سايز كوكو برضه عامله 100 جنيه يا بلاش. الوان متاحه منها صح كده؟ في الوان منها. عايزه اقول لهم حاجه بس عشان ما نطولش عليكم، اي براند كوكو بجامه صح زي كده هتبقى عامله 100 جنيه بس. كوكو زي كده ب 100 جنيه، كل اللي انتوا شايفينه ده 100 جنيه. معانا حاجه ثاني كوكو؟ بصوا برضو احنا وريناكم موديلين بيك سايز. بصوا ده لحد ايه؟ دبل اكس المقاس العادي بتاعنا بقى. بصوا حلو قوي ده. بصوا عامل كام ده برضو؟ 100 جنيه. براند كوكو ب 100 جنيه. يعني انتوا ما سمعتوش حد بيقول لكم ان كوكو ب 100 جنيه قبل كده. سعره تحفه والخامات انا مش هشوفها لكم يعني. تمام، تسلم ايدك. معانا برضو كوكو حرق اسعار الشتوي. يعني لاحظوا معانا اللي احنا بنقوله ده، شتوي كوكو باسعار خيال. حاجه شياكه زي كده كوكو عامله كام دي؟ عامله 100 جنيه. النهارده عرض ال 100، يعني الاسعار بدأ معانا من 35 جنيه. كوكو طبعا انا مش همسك لكم خاماته. حاجه زي كده كوكو عامل 100 جنيه بس يا جماعه. تمام، تسلم ايدك. في موديلات تانية، كل ده كوكو يا جماعة، كل ده براندات، مفيش حاجة شعبي هنا في المكان، ما بيشتغلوش في الشعبي. حاجة زي كده كوكو برضه هتبقى ب 100 جنيه. تمام، 100 جنيه جوه العرض برضه وبمقاساتها. يعني احنا بنديكم مقاسات صغيرة وكبيرة. الناس اللي عايزة الحاجات الشغل العالي الخامات النظيفة هتلاقوها موجودة هنا، وبأسعار مش هتلاقوها في أي مكتب تاني إن شاء الله. ده ميلتون، ميلتون ولادي. حلوة كوكو برضه ده ولا إيه؟ نفس البراند. عامل كام؟ 100 جنيه برضه. مقاسات يا جماعه، مش هو المقاس الصغير ده بس، لا ده في منه مقاسات طبطشين كمان. ده هيبقى عرض ال 100. البنطلون بتاعه طباعه، حاجه شياكه برضه. تسلم ايدك. تمام. ده قطيفه بقى، احنا بنجيب لكم كل المقاسات عشان ما تفتكروش المقاس الصغير بس. حاجه زي كده برضه براند ب 100 جنيه، قطيفه ب 100 جنيه. انا عايزه اوريهم بس في تطشين ولا ايه، عشان بس الناس اللي بتسالني. لا ده ما فيش تطشين جوه للامانه، انا اللي مبطن بقول لكم. ده برده هيبقى ب 100 جنيه البنطلون. البنطلون طبعا زي ما انتم شايفين كده حاجه شياكه. تمام، تسلم ايدي. ده ميلتون برده. الميلتون ده يا جماعه مش اللي يوبر، مش اللي يفتل معاكي، لا الحاجات دي اللي هي البراند. ده كوكو برده. يعني بصوا هو طبق لكم اصلا هنا الطبقه بتاعت اسمه كلها. ده بنطلون، بص البنطلون بتاعه تحفه. حاجه زي كده براند كوكو عامل 100 جنيه. حلو جدا. تمام، كوكو مدمر الاسعار، عامل لكم اطفال 100 جنيه، حريم صيفي ب 100 جنيه، ومعانا حاجات شتوي برده كوكو كانت ب 100 جنيه. يعني مش اسعار بجد رهيبه. ده احنا شفنا زيه صح؟ ده لون تاني برده، ده عرض ال 100 جنيه. تمام. انا اللي عجباني البيجامات دي تحفه. يعني الحاجات اللي زي دي الناس اللي ما بتحبش الحاجات التقيله قوي على اولادها وتدفي كمان في نفس الوقت، فدي شياكه قوي قوي قوي. قطيفه هايدي يا جماعه، دي قطيفه هايدي تحفه. ودي برده نفس عرض ال 100 جنيه، براند كوكو صح؟ اه براند كوكو اهي. بصوا الشياكه نفس البراند، براند كوكو يا جماعه، حاجات شياكه وهيبقى ب 100 جنيه. تسلم ايدك. تعبتك معايا يا كنزي ومرساوي على الفيديو ده. احنا النهارده كنا فين؟ كنا عند مكتب بي ام 3 فاشون للهوم وير. النهارده اداكوا اسعار مش هتسمعوها في اي مكان تاني ان شاء الله. المكان هنا اسعاره جمله الجمله، وعاملين لنا خصومات على كل الشغل اللوكس الموجود في المكان. شفنا معانا اطفالي وحريمي ورجالي، اسعار خيال بجد. العنوان هتلاقوه متصور وهينزل لكم حالا، وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه. ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. ها؟
هنيجي بقى لعنوان يا حبايب قلبي. احنا واقفين فين؟ احنا واقفين في شارع الجيش. هتنزلوا محطه مترو العتبه وتدخلوا شارع الجيش. شارع الجيش اللي على اوله كوبري الازهر اللي انا عملت لكم عليه زوم ده. هتمشوا مسافه صغيره ما فيش 30 40 متر هتلاقوا محمد حسين بتاع اليميش. الشارع اللي جنبه ده على طول اسمه دخله الشوازليه. الدخله دي كمان بتوصلكم على مول القدس وهوصلكم لحد. هنفضل ماشيين في الشارع ده زي ما انتم شايفين كده. الشارع ده هتلاقوا بقى ملابس بيتي على اطفال على مفروشات كل حاجه هتشوفوها معانا. هنفضل مكملين في الشارع ده زي ما انتم شايفين كده. هتلاقوا محل المفروشات ده كده. هنكمل بعده كمان وهيقابلكم كمان قمر على شمالكم. عملنا منه كذا جوله حلوه جدا للكاجوال واسعاره حلوه. هنفضل ماشيين لحد العماره اللي في الوش دي وندخل من ممر اليمين. ربنا يجعلنا من اهل اليمين. ممر اليمين ده على اوله ده مكتب كل يوم جديد بتاع الكاجوال. انا بديكم علامات مميزه. هنطلع كده من الممر ده. الممر ده فيه الحاج صلاح درغام عملنا منه جولات حلوه برده. هنفضل مكملين بعد الممر على طول لا نحو الشمال ولا يمين. هنعدي كمان كده زي ما انتم شايفين على اسيا كيدز. اسيا كيدز اللي على شمالنا ده قدامكم الاطفال ده عملنا منه فيديو حلو قوي ولبس حلو جدا. هنلاقي بعد مول القدس. هنكمل بعد مول القدس البوابه الاولى وادي البوابه الثانيه. دي بقى تاني بوابه كمان احنا مش هندخلها. هندخل بقى السلم اللي هو نازل لتحت ده. ده اسهل عنوان توصلوا ليه على طول. اول ما هننزل هنلاقي على طول اولاد الريان زي ما انتم شايفين. ده البيتي وعلى الشمال هنا مكتب الخولي عبايات. هنكمل ده اولاد الريان زي ما قلت لكم. هنكمل على طول بعد اولاد الريان والاسطوره على الشمال. هنكمل ونفضل ماشيين لحد ما هنلاقي السلم على الشمال وفي وشنا على طول مكتب روج زي ما انتم شايفين كده. ده المكتب. هنمشي من جنب مكتب روج على فوق على طول كده هنلاقي مكتب هابي سمايل في وشنا على طول وجنبه على طول بي ام 3 اللي احنا عملنا منه الجوله النهارده. ده المكتب اللي عملنا منه الجوله وهتاخده بنفس اسعار وعروض الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.